الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء، المال مالك والرزق رزقك، فسبحانك جلتي علاك. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت وهديت ووفيت، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. تعلم حال السارقين من الجان، حال المتربصين من الجان، سرقوا الأموال وخربوا الديار، سرقوها وما ذلك عنهم ببعيد، سرقوها كما سرقها أسلافهم من مال الصدقة ومن أموال الزكاة، من أموال قدمت لله جل وعلا. شقي فيها أصحابها وتعب فيها أصحابها، سعوا فيها بالجد وبالكسب وبالحلال، فبعد جمع الجان ينحق، بعد جمع الجان يسرق، نعم يسرق، فلا ينمو مال ولا يربو مال ولا يكثر مال ولا يجمع مال. سرق جان وكلوه بالأسر لسرقة الحسابات والخزائن والودائع والأمانات، يسرق الأموال، يسرقها من البيوت ومن الحسابات البنكية، يسرقها أينما كان التحدي والطغيان، يسرقها ليجعل النفوس في الهموم والأحزان، يسرقها، نعم عاود السرقة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك وزاد، يسرق ويسرق، ينهب ويخطف، ليوقع العداوة والبغضاء في النفوس وبين الأسر والأفراد، بين الإخوة يتهم بعضهم بعضا بسرقة المال وضياع المال، لتنشب الحروب الطاحنة والقتال ورفع السلاح والهم والغم والضيق والنكد في البيت. الإخوة ليجعل الإخوة في شقاق، في بعد، الإخوة في بعد عن الأم بسبب المال، بسبب المال، بسبب ضياع المال. نعم شياطين تجول وتصول بالليل والنهار، لا تتعب ولا تكل ولا تمل ولا تنام ولا ترتاح، لا تضع السلاح، لا تضع السلاح سوى بناتهم فقط. جن اعترف كبيرهم والدهم، جعلوا أسرة من الجان تسكن أسرة من الإنس،
ليرافقوهم ويراقبوهم. نعم استأسدوا عليهم، طغوا وبغوا عليهم بسحر آثار المال، بسحر آثار المال، بسحر آثار النقود والمال، فجعل المال يجلب والمال يسرق والمال ينهب سحرا، جعلوه ظلما عدوانا وانتقاما. أنت لم تفهمني سحرا، سحر الأسرة بآثار المال، ذاك المال من تلك التجارة، من تلك التجارة آثار أو بعض آثار من مال، بعض آثار من آثار مال من تلك التجارة أخذوه وسحروا عليه، فلا ينمو ذاك المال ولا تنمو معه تلك التجارة، ويسرق بالجان حتى الأرقام السرية للبطائق البنكية تسرق، والجان في البدن يخطف الأموال فيتلفها ويضيعها ويأخذها إلى السحرة، يأخذها كأنه يقول إن لم تعطونا المال طوعا أخذناه منكم كرها، أخذناه منكم كرها، وما عليكم إلا الإذعان والاستسلام. لم تقل لأختي شيء، لم تقل لأختي شيء، وأعطتهم من 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 أعطتهم من 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 أموالها، أعطتهم من أموالها، ولم تقل إلى أختي شيء أن الأموال سرقت خوفا عليها، خوفا عليها، خوفا عليها. أختها كادت تجن، كادت تجن، كادت تجن. وليست التجارة فقط، لا عندهم زعر 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 زعر، عندهم زعر في البيت، في بيت أمي، في بيت أمي، هي هي في بيت أمي، عندهم زعر، عندهم زعر. اعترف الكبير، اعترفت وأسلمت لله جل وعلا، ليس أنت تتكلم مع الكبير. البارحة اعترفت وأسلمت لله تعالى وأمرت أبنائك بالإسلام والاستسلام لله جل وعلا، وكنت تقول قد تعبت فاسمعوا وأطيعوا، أقول لك واصل الدعوة إلى الله جل وعلا، واصل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، أوقفوا الأسحار التي تكالبتم بسببها. أجل 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 أجل، سأوقفها سأوقفها والله سأوقفها. أخذت المال من البنك، أخذت المال من البنك، أخذت المال، سرقت الحساب، سرقت الحساب، سرقت الحساب، سرقت الرقم السري للبطاقة الشخصية، هو بدلته وبدلته وبدلته، الرقم السري بدلته وبدلته وبدلته، في اليوم الآخر ذهبت إلى البنك هي وصديقتها وفتيا وقالت لهم ما هذا، أنا أقفلت الحساب البارحة واليوم تؤخذ 2000 درهم أخرى، 2000 كل يوم تسرق، 2000 لا لا، أخذت 1000 درهم الأولى والألفين الثانية، ثم بدلت الحساب الزري على الرقم الزري، بدلته بدلته، ذهبت هي وصديقتها فجعة إلى البنك وبدلته وبدلته، كادت لكنها لم تقل لأختها أي شيء، لم تقل لأختها. كم من مرة سرقت المال؟ مرتان مرتان والله، مرتان فقط. وأنتم كم مرة سرق منكم المال؟ مرتان ايوا كنت حاطه شي فلوس انا في الدار من جات كاع طيب منين عطيني الزيت والفلوس طيب وانا ميتين ولا
كل مره كنسمع عليا داكشي الايامات الاولى من الظهر. لا يريدون فك سعري بالشعوذة، لا يريدون فك سعري بالشعوذة، لا يريدون، يريدون الرقية فقط، الرقية فقط، الرقية فقط إلى أن يفرج الله عنهم. فلقد تعبوا كثيرا، والله تعبوا 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 تعبوا. ساعدهم إن شاء الله. صبر جميل، صبر جميل ولله المستعان، صبر جميل ولله المستعان. الله طيب واصلي. أيوا يعني انت كيتسرق منك المال الكثير والقليل ما كيفرقوش، ولو تكون غير 5 درهم تسرق والملايين تسرقوا منهم، يعني بحال كثير بحال قليل. ايوا فهمت. المهم تسرق. نعم. ما كاينش شي حاجه في الدار. نعم. وبدلنا الدار. نعم. جربت باش مشينا داك النهار ما خرجنا من الدار. ايوا. في القرآن طيب. 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 خلاص واضح الامر. اذا ما بقاش مكان الشك ان شي واحد كيسرقهم، اذا الامر شي حاجه خفيه كتسرق. أيوة. ايوه ملي غيرتي البيت ومعك حتى واحد اذا واضح الامر. يعني شي من قديم كانت تسرق الاموال، كتسرق ليك. انت انتبهتي حتى العامين الاخرى باش كتنتبهي، كتحس بيه وكتعرفي شنو كاين. واو ولكن الامر الان واضح، يعني بالجين واضح خلاص. والبنت ديالي انا مازال ما تسرقوش، ما تيتسرقوش لان كانوا معايا. هاد الابنات ديالي معاك كنت زعما الابنه الكبيره كانت في الباك ما كنبغيش نخلعها. واو. وكنت بحال هكا ولا بغيت ندخل نغتسل كنعزها وزطان. هي ما كان فيه غير شي حاجه بحال قطع الصير، ما كانش كاع 100 درهم في الصير عندي. كنعطي عليها كنقلب وزطان كنقلب الزيت. والله واحد المره غريب هو مشيت للحمام تصرف بوحدو. تصرف وحق الله العظيم. ايوا انا صدقتك صدقتك صدقتك، هادشي كيبان غريب لكن انا في هذا العالم ما عرفنا هادشي كيبقى هادشي. اي نعم. طيب ابشر انت من طيب ابشر. طيب انت شنو تحسي دابا؟ واش كتحسي؟ عادي احسن من البارح. لان البارحه اسلم لله جل وعلا، فلو اسلمتم بالصدق ارتحتم. هيا اسلم لله تعالى حتى انت، هيا اسلم لله جل وعلا، اسلم لله تعالى. اشهد ان لا اله الا الله. نعم. اشهد ان محمدا رسول الله. عندما سمعت الاذان البارحه نعم. نطقت الشهادة. هيا قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وعاهد الله. وعاهد الله. ألا أسرق الأموال. الله أسرق الأموال. وعاهد الله. وعاهد الله. ألا أسرق الأموال. وعاهد الله. ألا أسرق الأموال. وعاهد الله. وعاهد الله الا اسرق الاموال. 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 وعاهد الله وعاهد الله الا اسرق الاموال. والله اقولها بصدق 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 بصدق، اقولها بصدق بصدق، اقولها بصدق.
والله أعد وعاهد الله ألا أسرق الأموال. وعاهد الله. وعاهد الله ألا أسرق الأموال. 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 طيب يعلم أنك الآن أسلمت لله جل وعلا، أعطيت العهد لله سبحانه وتعالى، فلا تسرق لا صغير ولا كبير، لا صغير ولا كبير. لقد وضعت عندها أخذ 2000 درهما، قالت لها يا نور أخبئ عندك هذا، فسرقتها هي أيضا سرقتها، لم تقل لأختها أي شيء، لم تقل لأختها أي شيء، المسكينة تحملت كل شيء، تحملت كل شيء، تحملت تحملت والله لتحملت، أبشر والله لتحملت كل شيء، المسكينة خير إن شاء الله، تبت إلى الله، أتوب إلى الله، خلاص الله يتوب على من تاب، الله يتوب على من تاب، لكن لا تعاوي هذا وسوف نقرا ان شاء الله. 4000 درهم، 4000 درهم، نعم اخذتها من المحفظه في 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 صالوني، في صالوني سرقتها انت؟ سرقتها انا واخرجتها من من المحفظه هكذا كي يشكوا في احد في المنزل. اجل 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 اجل، واين ذهبت بهذا المال؟ عندما سرقته أجبني أجبني، عندما كنتم تسرقون هذه الأموال إلى من تعطونها؟ إلى من تعطونها؟ إلى الساحر. تأخذون الأموال من الناس وتذهبون بها إلى الساحر، سواء كانت كثيرة أو قليلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تقل لأختها أي شيء، المسكينة تحملت كل شيء وأعطته مرة ثانية من مالها. أعطتهم من مرة ثانية من مالها الخاص. أبشر. من مالها الخاص المسكينة، أعطته من مالها الخاص. أبشر. كما يقع المكروه لأختها. نعم تعالي. ولقد تحملت كثيرا. أبشر. كثيرا. سرقتم كثيرا وضيعتم كثيرا. الحمد لله، أسلم الكبير وأسلم الابن، لازلت أنت الآن، أسلم أنت يا هذا، يا هذا لما تغير وجهك إلى الحائط؟ أسلم، هذا فضل الله يساق إليك، هذه توبة الله تأتيك، هيا إلى الله، إلى محبة الله ورضوان الله، إلى فسيح رحمة الله، إلى جميل عطاء الله. أردت المال؟ المال مال الله يعطيك، المال مال الله، أجمل في الطلب فقط، أما الله تعالى يرزق، رزاق سبحانه جل جلاله. أبشر سنساعده إن شاء الله، لا يهمنا من سوف نساعد، خلاص حسابه على الله، حسابه على الله، حسابه على الله، حسابه على الله، عملوها بالحسنى، حسابها على الله، حسابها على الله، كأنها واحدة منهم، كأنها خلاص خلاص، أما أنها لا تستحق ذلك، هي لا تستحق ذلك، فهي أجية من 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 بيت من بيت المتقين، ناس طيبات، ناس طيبات طيبات طيبات، وأجية المتقين، وعملوها بالحسن ورغم ذلك. خلاص أبشر أبشر أبشر. طيب ارفق بنفسك، الله كبير يسمع ويرى، الله أكبر، سبحانه جل في علاه. طيب كل شيء خلق الله بقدر، وهذا تقدير الله عز وجل، حكمة الله شاء ذلك، ليميز الله الخبيث من الطيب. طيب أنت الآن الصغير، إياك أن تشقى، إياك أن تضل فتشقى. الله معنا الآن، يسمع كلامنا، يرى مكاننا، ولا يخفى عنه شيء من حالنا، وهو معكم أينما كنت. والله قرأت سورة الفقر البارحة كاملة، قرأتها 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 قرأت سورة الفقر البقرة، لا تستطيعها البطلة أي السحرة، والله ما قرأت سورة البقرة كاملة. طيب. كاملة قرأتها. أبشر يا هذا. من أنت؟ الله يناديك، أقبل علي، لا أسمع صوتك، تب إلى الله،
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا الثياب وأصروا استكبارا. يا معشر الجن وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إنه الله قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أسمعت إذن أنت تنتظر كان جوابا من الرزاق سبحانه جل في علاه سبحانه جل في علاه إجابة تكفي عن كل شيء. من يعطي؟ من المعطي؟ الله 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 سبحانه جل في علاه. من الغني؟ الله 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 سبحانه جل في علاه. من الوهاب؟ إنه الله سبحانه جل في علاه. يهب الذرية والذكران والإناث والملك والمال والبركة والرفعة والحفظ والتأييد والنصرة والعلم والفصاحة والبلاغة والجمال كل شيء يهبه من؟ الله الله. إذن آن الأوان أن تكونوا مع الله وأن تقبلوا على الله فقلها لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعاهد الله دعوة أي يتمم هيا أعاهد الله ألا أسرق الأموال أعاهد الله ألا أسرق الأموال طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله جل وعلا على اسمعوني على هذا العهد والوعد يعني ألا تسرق مالا لا قليلا ولا كثيرا وأن تجتهد طاعة الله عز وجل ونأتي إن شاء الله إلى البيت فنجعل له إن شاء الله رقية بإذن الله تعالى قريبا وطردا للجن والشياطين طاعة لله عز وجل اتفقنا والسحر وإن شاء الله جل وعلا اتفقنا على هذا لكن بإذن المولى جل وعلا سنتعاون جميعا لكن بإذن الله اسمعوني
لكن اسمعوني طاعة لله من الآن لا تسرقوا لا قليل ولا كثير، وأن تصلحوا ما أفسدتم طاعة لله عز وجل، وأن تجعل البيت يعيش أهله في أمن وأمان وسلم وسلام وطمأنينة وانشراح وسكينة وراحة بال. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا العهد والوعد؟ على العهد الوحيد. وأعطوا العهد لله ألا تنقضوا هذا العهد. خلاص. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، لا إله إلا الله. طيب إن شاء الله تكون فاقدر يا مراكش. طيب.